تواصلنا مشاهدي متابعينا الكرام مستمر وتحيتنا تتجدد لكل عشاق الأصايل فانطلاقات ميدان سيف العرب. شكرا لنادي دبي لسباقات الهجن بهذا التنظيم وهذا التحديات الجميلة. الشوط السابع أعلنت بداية انطلاقته، أعطت إشارة البديل لهذه الشعارات للخوض في هذا الميدان. نسير مع الأبكار الحقايق، نسير مع الفايز اللي تتقدم المشاركات. سلطان بن مطر بن شمي الاكتبي على المركز الأول، في المركز الثاني وتلاحق الشاهينية لعلي بن محمد بن سلطان العويسي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث فريد النوع الفريد من انخلي يا سلام مطر بن سعيد بن حلوة على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات الوارية شيخ حمدان بن محمد بن ركاب العامري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصل بالقرين محمد بن علي بالقرين العام محمد بالقرين بن علي العامري على المركز الخامس. الله يا ابو حمد دير بالك ركز في هذا الشوط. نسير مع المركز السادس، المركز السادس وصلت فيه الشاهينية محمد بن عيد بالكوس على المركز السادس. وسابع المراكز، المركز السابع الشاهينية محمد بن قنوم بسعيد بالكديدة على المركز السابع. نكتفي بهذه الأسماء ونعود مرة ثانية مع هذه الانطلاقات، مع هذه التحديات. الله يا سلام الشاهينية علي بن محمد بن سلطان العويسي، ما شاء الله قادم بقوة، ممثل لأهالي السلطنة في ميدان سيف العرب بهذا الشعار، ولأهالي القطاع الشرقي الشرقية هناك في السلطنة. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، السيطرة مع اللي هي الشاهينية علي بن محمد بن سلطان العويسي مصر على البقاء في هذا الموقع ومنفرد بالمقدمة. المركز الثاني هناك من الجانب الآخر الفائز سلطان بن مطر بن شمية على المركز الثاني، وصل بالقرين مع الشاهينية محمد بالقرين بن علي العامري. يا سلام يا سلام يا سلام، الله يا هذا الشوط، الله يا هذه الانطلاقة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول ومسيطرة اللي هي الشاهينية علي بن محمد بن سلطان العويسي للمرة الثالثة، النقطة الثالثة الهاترك مع هذه الانطلاقات. سلاماتنا وتحيتنا لأهالي السلطنة هناك في جعلان على هذا الهود، أحد شبابنا الذي يقدم كلمة جميلة. يا سلام علي بن محمد بن سلطان العويسي المركز الثاني، محمد بن القرين العامري والمركز الثالث، المركز الثالث لحمدان بن محمد بن ركاض العامري، والمركز الرابع رابع المراكز وصلت فيه فريدة مطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي. البقية لجنة خط النهاية زملائنا، كلمة شكر وتقدير الليبي محمد هاشم على المتابعة في هذا الشوط. التوقيت الزمني 3:03 مشاهدي الأعزاء، توقيت الشاهينية لعلي بن محمد بن سلطان العويسي، تهانينا وناموس.